فريق حسنة العزاري اليوم هذه السنة كيشارك في بطولة الشمال قسم عطاء والهواة، كيحتل المرتبة الثالثة مع مقابلة ناقصة. جرى هذه السنة تقريبا 13 مقابلة، فيها تقريبا 8 انتصارات، 4 تعادلات و 3 هزائم. الحمد لله تشوف هذا العام كانت النتائج كما يقولوا مزيانة، كنزيدو إن شاء الله حنا نتحسنوا باش إن شاء الله لما لا حتى حنا نتنافسوا كما يقولوا على بطاقة الصعود إن شاء الله هذه السنة إن شاء الله. هذا الإفكتيف تبارك الله اللي عندنا اللي كان هذه 3 سيوم مع الفريق، زدنا بعض الإضافات بعض اللاعبين والحمد لله فريق حسنة العزاري هذه السنة باقي في السكة ديالو مزيان. الحسنة العزاري كما يقولوا مدينة، فريق تاع مدينة وجدة اللي كيتسنى شوية الدعم مجالس المنتخبة وكيتسنى الدعم بزاف سيرتو أو نيفو تاع الترونسبور اللي كيعاني منه، لأن هذه السنة فريق نشكر بزاف فريق الأم ورق المدير الوجدية، لأنه هذه السنة كما يقولوا 3 مرات وكيعطينا الكار باش كان نمشيو. ونشكر فريق عطاك فريق الدريوش اللي تا هو عطانا الاختيار كلش عطانا الديبلاسمون ديالها. نتمنوا من الناس والغيورين تاع مدينه وجده كما يقولوا يلتفتوا لهذا الفريق هذا باش انه يحاول يلقى كما يقولوا الترونسبور ديالو. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كيعرف كاع كما كيعرفوا المتتبعين ديال الشان الرياضي ديال مدينه وجده ومتتبعين ديال فريق حسنية العزاري بان الحمد لله باقينا واحد دو ماتش اللي باقينا ماتش روتار كونتر الفتح وباقينا ماتش لو ديرني ماتش ديال نسما ستاتيا. الحمد لله لحد الان الحصيله كما كان منتظر وكما سطر المكتب والستاف مع اللاعبين. اللي كيعرف الجميع هو ان الفريق حسنية العزاري هذا الموسم هو فريق فاتي المتوسط الاعمار تقريبا 21 سنه 22 سنه ديال اللاعبين، كاين استثناءات الحمد لله. التدريب كيفوتوا في جو عائلي الحمد لله وكل شيء مزيان، اللعاب راضيين، الستاف راضي الحمد لله. كنبغي نطمئن الجمهور ديال مدينه وجده وحي العزاري بان فريق ان شاء الله الرحمن الرحيم راه في السكه، وهذا العام غادي يقول الكلمه ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم لوبجيكتيف ديالنا هذا العام ان شاء الله هو حق تحقيق الصعود. احنا غادي الي باقي لنا دو ماتش غاديين في الجروبمون غاديين مزيان، عندنا باقي لنا دو ماتش نتاع باش نكملوا الالي هنايا في البلاد، ولا ربحناهم ان شاء الله غادي نقربوا من الوالا. المهم وكاين اوبجيكتيف ان شاء الله نتاع الطلوع هذا العام وان شاء الله نكونوا في القسم الوطني الاول. انا واحد المشجع تاع الحسنية العزاري والمشجع تاع الفروق تاع مدينة وجدة. كما كنقولوا حسنية العزاري المولوديات تاع الاسلام الوجدي، امل وجده والفرق مدينه وجده. كنتمنوا من السلطات وكنتمنوا من البلديه والجهات المعنيه تاع هذه المدينه هذه كما كنقولوا تشوف في عين الانتظار الفرقه تاع الحسنيه تاع العزاري. كما كنقولوا راه فرقه تبارك الله راه عطات الكثير وراه عاطيه كثير وراه عاطيه كثير. كما كنقولوا خصها بزاف حوايج، خصها بزاف حوايج، خصها الترونسبور. واش فرقة تبارك الله كي حسنية العزاري ما عندهاش ترونسبور، راه كما كنقولوا راه تجي شويه مزيره حتى للمدينه والفرقه والمسؤولين تاعها. راه كيقول واحد الانسان واحد المثل كيقول واحد الحاجه كيقول لك يد وحده ما تصفق، فهمت؟ ساعه الرئيس باش غادي يبقى غير بوحدو يطلع ويهود راه بحال اللي فهمت. خصهم يشوفوا واحد الالتفاته كما كنقولوا، شوفوا لهاد الفرقه هذه شوفوا لها مليح، راه غادي في واحد كما كنقولوا في واحد المسار جيد وزين الحمد لله، راه غاديه في البطوله نتاعها مليحه. خصهم يعاونوها ويشوفوا من جهتها. وحنا كان بعدك انا كمشجع للفريق كنقول الله يرحم لكم الوالدين، عاونونا وعاونوا هذه الفرقه، ما تخليوهاش تضيع.